حاج هذه السنة الحسنة، والدكم عالم الملوك وملك العلماء جلالة المغفور له الحسن الثاني، أسكنه الله الفردوس الأعلى وأكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أشعر بغاية الفخر والاعتزاز بقيامي بإلقاء هذا الدرس بين يدي جلالتكم في هذا الشهر العظيم المبارك. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، درسنا اليوم بعد إذنكم يدور حول مكانة أولي الأمر في الإسلام، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله تبارك وتعالى يأمرنا بطاعة أولي الأمر بعد طاعته وطاعة رسوله، واللفظ هذا اللفظ أولو الأمر معناه لغة ذو الأمر أي أصحاب الأمر، وأولو جمع وواحده ذو على غير قياس، كما في النساء والإبل والخيل كلها أسماء للجمع ولا واحد لها في اللفظ. ويراد بهم في هذا السياق أولياء أمر الأمة وهم مركز المرجعية الدينية والدنيوية، كما سيتضح لاحقا. صاحب الجلال دام الله عزكم ومجدكم، نتحدث أولا عن سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد قال المحدثون وعلماء السير أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس ابن عدي السهمي، وهو من المهاجرين، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحدث منه ما نراه مفصلا في رواية سيدنا علي كرم الله وجهه. فعن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، هكذا قالت هذه الرواية هنا، وأمرهم أن يجمعوا له حطبا فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية: فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها. فقال له فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. هذا الإسناد اشتمل على 6 رجال: مسدد بن مسرهد الأسد البصري، أبو الحسن ثقة حافظ، وعبد الواحد بن زياد العبد مولاهم البصري ثقة من الكفار، سليمان بن مهران الأسد الكاهلي، أبو محمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات، سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة، أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حديث المبيعة الكوفي المقري مشهور بكنيته ولأجل المصدر ثقة ثبت، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، خاتمة الخلفاء الراشدين الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، باب مدينة العلم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته البتول. صاحب الجلالة أدام الله مجدكم، إن رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، فالحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.
وأورده البخاري في 3 كتب، أولها كتاب المغازي، ثم في كتاب الأحكام، ثم أوردها في كتاب أخبار الآحاد. ويشهد له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. ورجال هذا الإسناد أيضا 6. بدأه البخاري بقول: حدثنا صدقة ابن الفضل، أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، وكله ثقات. وأرخ ابن سعد بهذه السرية بأنها وقعت في ربيع الأول 9 من الهجرة. ولخص الحافظ ابن حجر العسقلاني توجيه هذا الحديث في قوله: نزلت في عبد الله بن حذافة، أن المقصود من القصة قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الآية موضحة أن هذا الجزء الخاص بالتنازع هو المراد في هذه القصة، ولذلك قال: وبالحمل الذي قدمته يظهر المراد، ويكفي الإشكال الذي أبداه يعني العلامة داود، لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به، وسببه أن الذين هموا